ذكرنا احنا اليوم زواج عبد الله وآمنة والدي النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقلت يجب أن لا نمر مرور الكرام على هذه الذكرى، يجب أن نأخذ منها المواعظ والحكمة والعبرة في حياتنا. طبعا ماكو هناك زواج مثالي، أكيد ماكو زواج مثالي، لكن مثل ما نقول يجب أن يكون هناك اتزان بين الطرفين، اتزان من ناحية الأخلاق، من ناحية الثقافة، من الناحية الاجتماعية، يعني بشكل عام حتى ننتج اليوم أولاد صالحين في هذا المجتمع. وخير مثال على ذلك زواج عبد الله من آمنة رضي الله عنهم، زواج إمامنا علي بن أبي طالب من السيدة العظيمة فاطمة الزهراء، وكيف كان هذا الزواج ثماره هو أئمتنا الأطهار الإمام الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. إذن مشاهدين الكرام، اليوم راح نتحدث في فقرة حديثنا عن التجليات السلوكية في الحياة الزوجية ومدى تأثيرها على مدار الحياة. طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع راح تنضم معنا مباشرة وعبر الاتصال الهاتفي الأستاذة زينب هادي النعماني، ناشطة في حقوق المرأة والأسرة من محافظة بابل العزيزة. أسعد الله صباحك أستاذة زينب بالخير والعافية. أسعد الله صباحكم وأهلا وسهلا بكم، ونتمنى لكم سنة خير وسعيدة ببركة يا رب الصلاة للجميع على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، إن شاء الله سنة خير وبركة عليكم وعلى كل أهلنا في محافظة بابل العزيزة. أستاذة زينب، اليوم نريد نتعرف من جنابك الكريم، اليوم الثبات المنشود من العلاقات الزوجية طبعا أكيد مرهون ومرتهن في التعبير عن مشاعر المحبة والمودة مثل ما نعرف، والرحمة بالوسائل السلوكية المختلفة وأيضا آداب المعاشرة. طيب أرد أعرف ما هو طباع اليوم الزوجين في ثبات الحياة الزوجية، وهل هذا الشيء ممكن أن يكون في الحياة الزوجية؟ يعني ممكن أن يكون الزوجين اليوم ثابتين على طباعهم لكي تستمر هذه الحياة؟ هو طبعا الموضوع اللي حضرتك اختاريتيه موضوع هو في صلب الاستقرار الأسري، وهو أيضا بالنتيجة صلب استقرار المجتمع بشكل عام. وإلا لو ما كان هذا الموضوع استقرار الأسرة مهم ومرهون، خلينا نقول بشكل أساسي بيد المرأة، ما كان انطلق منها القرآن الكريم، ونحن بلد مسلم وأكيد كلنا ماشيين على المفروض على نهج القرآن الكريم، وهو حافل بآيات كريمة وعظيمة كلها بها دلالات على الاستقرار، استقرار الأسرة والسلام الأسري. ناخذ هذا المنطلق من آية كريمة وهي آية مهمة، هي آية السكوت اللي احنا نسميها، هي تعنى بالهدوء والسكينة والطمأنينة اللي ربطها سبحانه وتعالى في المرأة، وقال لتسكنوا إليها، ما قال لتسكنوا له. هذا السكون هو راجع للمرأة لكون المرأة تحمل العاطفة وتحمل المقومات السليمة اللي تقدر تبني بها الإنسان بشكل سليم. فأكيد احنا عندنا انطلاق اليوم ناخذها من شخصيات إلها تاريخها في جميع النواحي، وهي شخصية تاريخية اللي هي آمنة بنت وهب بنت عبد مناف، اللي هي والدة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأيضا زوجها عبد الله، أيضا هم يعودون لنفس النسب ولنفس العشيرة. طيب. والشخصيتين معروف عنهم معروف عنهم نسبهم وأيضا بتميزهم الأخلاقي والعشائري، وكانوا من أصحاب التجارة وكانوا يتمتعون بالنسب الرفيع. أحسنتي. في وقتهم. أحسنتي. طيب اليوم أشرتي إلى موضوع مهم جدا، يعني سبقتيني في الإجابة عليه، ردنا نتحدث يعني اليوم احنا بما انه نمر بذكرى زواج عبد الله وآمنة عليهما السلام والدي النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي المقومات اللي جعلت هذا الزواج المبارك ناجح بكل تفاصيله؟
يعني هل كان الاختيار هو واحد من هذه الأسباب؟ يعني مثل ما عرفنا اليوم والد عبد الله عندما أراد أن يخطب إلى ابنه أراد أن تكون هناك امرأة ذات حسب ونسب ومن أفضل العشائر خلقا وأخلاقا، هذا نعم الشيء يكون إلى فد مثل ما نقول مردود إيجابي في نجاح العلاقة الزوجية. نعم أكيد. الأم إن صلحت الأم إن صلحت الأسرة، إن الأسرة إذا تمتعت بالسلام والحوار والتفاهم أكيد راح ينشأ من هذه الأسرة عائلة تنعم بهذه التفاصيل، صح هذه التفاصيل راح تعم على البقية. أكيد ليش اليوم أنا لما أختار زوجة صالحة رجع للنبي شوف الوصايا صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لنسبها ولحسبها يعني جمالها، فأخ يعني يقول له أظفر بذات الدين تربت يداك. إذا احنا من نركز على الأخلاق الدينية، هي الأخلاق اللي هي اللي كنا كبشر محتاجيها. الدين ما يجينا من فراغ، الدين هو أخلاق. صحيح النبي يقول يعني أنا اجيت حتى وتمم مكارم الاخلاق، انا ما اريد اعرفك من رب العالمين، انت جيت للدنيا وابو قبلك سابقيك يعرفون من رب العالمين، لكن انا جيت اذكرك انه الاخلاق كلش مهمه، فعلينا ان نلتزم بها وان نوعي مجتمعنا توعيه سليمه من خلال الاسره. انا كلش اركز على المراه، هي صلب اهتمامي وصلب قضيتي طيب وصلب أستاذة زينب، صوتي. عذرا للمداخلة، أنت اليوم ركزتي على المرأة بشكل خاص في نجاح نعم العلاقة الزوجية، طيب هل اليد الواحدة تصفق؟ يعني إذا طبعا كانت لا نعم اليوم المرأة يعني بكل هذه المقومات اللي ذكرتيها موجودة في شخصية المرأة، ماذا يجب على الرجل أن يقدم لكي يحافظ على هذه الشخصية؟ وكيف يمكن له أن يدعم هذه المرأة لكي تحافظ على أسرتها وعلى أولادها؟ طبعا هي الشراكة كلش مهمة، تبنى على التفاهم والحوار. أنا أقول ركزت على المرأة لأنه لكونها أم، لكون الرجل يخرج صح، إلى عنده مسؤوليات خارج البيت، لكن هذا لا يعني هذا هو دورها، هذا دورها بالنسبة لتربية أطفالها، أنا أريد نعم أشوف دورها كمرأة كزوجة مع زوجها، كيف اليوم يصير الحفاظ على الحياة الزوجية؟ يعني هناك كثير من الأزواج اليوم سعيدين في زواجهم وكثير من الأزواج فاشلين في زواجهم بعيدا عن الأبناء، أنا أريد أعرف مقومات الزواج الناجح ما هي؟ مقومات الزواج الناجح هو الاختيار السليم أها سواء المرأة أو الرجل. نعم الاختيار السليم هو اللي راح يحقق لنا النجاح. وثانيا ضيفينها التأهيل المسبق. يعني ليش أكد على التربية؟ لأن يعني التربية كلش مهمة. صح التربية هي اللي تخلينا نحسن الاختيار، ولا أنا شلون أعرف أحسن الاختيار إذا أنا ما أملك ثقافة وما عندي سلاح اني مثل ما يقولون اقاوم به الحياه. سلاحي هي المعرفه. اليوم لازم يتمتع بالمعرفه الرجل او المراه حتى يختار بشكل سليم، لازم يكون على درايه شنو يختار كزوجه، شنو المواصفات اللي يختارها الزوج. هو مو راح يختار بس زوجه، راح يختار مربيه لابنائه، راح يختار شريكه حياه، صح شريكه السكينه مالته، صحيح الرفقه هاي الصالحه اللي راح يبني بها اسره. بناء الاسره شيء عظيم، بناء الأسرة يعني بناء مجتمع. صحيح فالاختيار السليم هو أول ركيزة أساسية احنا نركز عليها، اللي هي من عندها ينطلق النجاح، أحسنت سواء المرأة تختار الرجل أو الرجل يختار المرأة. ودليل على هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللي اختارته هي خديجة. صحيح خديجة شافت في الصدق والأمانة، ما دورت أشياء أخرى. صح فهذه الاختيار اللي كان اختيار من خديجة وكان اختيار سليم، لأن شافت فيه السعادة والأمان. صحيح الأمان اللي هي كانت تبحث عنه، هي عندها المال، كانت تاجرة غنية، صحيح ما كانت محتاجة إلى مقومات أخرى غير الأمان. صحيح فكان النبي هو الشخص اللي يتمتع بالأمان، اللي هو اللي بعد هذا الأمان اللي هو انتشر، واللي الآن احنا كلنا بفضل هذه النبوة الكريمة
احنا اليوم نتمتع بالامان والسلام والاسلام اللي هو اكبر نعمه علينا. الحمد لله. اتحققت من خلال هذا الزواج السليم والصحيح. احسنتي احسنتي، يعني اليوم من خلال طيات كلامك يعني الخطوه الاولى لنجاح الحياة الزوجية يجب أن تكون من خلال اختيار، يعني الاختيار مو فقط اليوم أهل البنية يسألون عن الولد من أصله من فصله شنو عشيرته شنو شهادته، لا اليوم دور الرجل هم يسأل على هاي البنية، على بيئتها اللي تربت بيها، على أخلاقها، على سمعتها، يعني يجب أن يكون هناك سؤال من الطرفين يعني. وهاي دعوة يعني من خلال حضرتك بما أنه أنت ناشطة اليوم في حقوق المرأة والأسرة، دعوة من جنابك الكريم خاصة اليوم لشبابنا وشاباتنا اللي مقبلين على الزواج، خلي يعني يتركون الأشياء الثانوية الأشياء الكمالية بعيدا، خلي يأخذون الجوهر الحقيقي لمعدن الإنسان سواء للرجل أو المرأة. بالضبط. الله يبارك. هو هذا يعني هو هذا اللي احنا نركز عليه الصراحة، انه علينا ان نختار الشخص الصحيح إن شاء الشخص الله. اللي انا راح اكون وياه برفقه حياه مو رفقه يوم وليله. صحيح. انا لازم اختار الانسان اللي لما يكون ابني او بنتي عنده يكون بامان. صح. يعني قال احد الفلاسفه الام او المراه التي تهز المهد بيدها اليمنى تهز العالم بيدها، المراه القادره، المراه الله اوكل بيدها سلاح وإمكانيات سيكولوجية وفلسفية قادرة على أن تدير الحياة. أحسنتم. بدليل مريم العذراء عليها السلام، عليها كانت السلام. أم وحدها، كانت أحسنت. أم وحدها وربت نبي. فإحنا اليوم نحتاج إلى الوعي. اليوم أنا كلش أركز على المرأة، مو حتى أفصلها عن الرجل، لا، اليوم هي المرأة، لأنه أنا يعرف الله شنو أودع بها من إمكانيات. صحيح. بدليل سيدنا الحسين عليه السلام لما كان يحس نفسه بالمعركة محتاج للدعم المعنوي كان يذهب إلى السيدة زينب عليها السلام. كان يأخذ منها الهدوء والسكينة والدعم، يأخذ طاقة إيجابية من عندها ويذهب يعاود القتال. الله، عاشت ايدك على هذا المثال اللي ضربتيه اليوم. حقيقة تبقى المرأة هي النصف المجتمع، اللي النصف الآخر يقوى بقوة هذه المرأة العظيمة. إذن الناشطة في حقوق المرأة والأسرة الأستاذة زينب هادي النعماني، كل الشكر والتحايا لك، وشكرا جزيلا لانضمامك معنا في حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. شكرا جزيلا لكم، شكرا لقناتكم الكريمة اللي دائما تسعدنا وتفرح قلوبنا ببرامج تخدم مجتمعنا، تخدم بناتنا، تخدم أولادنا. شكرا لكم. شكرا جزيلا.